ازيك يا شوشو؟ اهلا، ازيك يا ايهاب؟ ممكن اقعد؟ اه طبعا، اتفضل. طمنيني، اخبار النونو ايه؟ تعبانه والله يا ايهاب. خير؟ عايز اي مساعده قولي لي، انا واقف جنبك. انا اخو يوسف برضه. يوسف فين؟ عمال اتصل بيه على الموبايل ما بيردش عليا، عمال يكنسل. عشان كده انا جيت اقابلك. اسمعيني كويس يا شوشو، قولي يا ايهاب، بس لو جاي يتغير. بالعكس يا شوشو، انا عايزك تبتدي تتحركي من دلوقتي. الموقف بقى في منتهى الخطوره. يوسف بيه داخل في مشروع جواز جديد، بنت الوزير، مش كده؟ صورهم ماليه الجرايد والمجلات. انت كده وفرت عليا كلام كتير كنت عايز اقوله لك. قولي لي بقى، ناويه تعملي ايه؟ ناويه اعرف راسي من رجليا، ومش هتنازل عن حق اللي في بطني، ومش ناويه اجيبه الدنيا من غير ما يعرف ابوه مين. وانا بقى، انا واقف جنبك زي ما قلت لك.